أنا يلي شايفه السيد باترا كان قاسي كتير مع براغ اليوم. ما شفته كيف طالع من القاعة أول ما فاتت، بالحالة رح تخسر كتير نقاط التقييم. مشان هيك كانت براغي متوترة. طيب ليش ما قالت لي شو صار معه؟ الو ايه عمي؟ سانجاي انت طلعت على المطار؟ بدي ابعث لك سيارة مشان تاخدك. ليك عمي انا لازم ضل هون اليوم، ما فيني ارجع. شو؟ ليش ما فيك؟ يا عمي براغي بحاجة اني اكون معها، لهيك لازم ضل. سانجاي بترجاك تفهمني، بعتت اخي على الاجتماعات الفترة الماضية مشان يغطي على غيابك، بس هلأ المستثمرين جايين يجتمعوا معك وما حدا منهم رح يقبل يستثمر معنا إذا ما كنت أنت موجود. مكالمة فيديو، هيك بقدر أحضر الاجتماع معكم من هون، وما بروح علي ولا اجتماع وأنا غايب. شو هالحكي يا سانجاي؟ نحن هون مو بأمريكا، الناس هون بيحبوا الاجتماعات الشخصية، ما بدي إياهم ياخدوا موقف. يا عمي أنت وبابا موجودين معهم وبحضركم سوا الاجتماع، أنا بقدر شارك على الموبايل. ما فيني أتركها لبراغي لحال اليوم، إذا رجعت على البيت يمكن خرب كل شيء عملته، لهيك بترجاك. حاول تفهم وجهة نظري وليش ما فيني ارجع. سمعت الحكي يا مرت اخي، الوضع ما عاد مقبول، كل هذا اللي عم بيصير من تحت راسه لبراغي. اليوم ما رح يقدر يحضر الاجتماع، وبكره ما بقى رح يعمل شيء تاني، رح تتدمر حياته. ليش كل مره ابني اللي لازم يضحي كرمال خاطره لبراغي؟ يا ترى رح تقبل براغي تضحي كرماله شي يوم؟ منيح، لازم تحاول تكون أحسن من هيك. اللي بعده مدام براغي، تفضلي.